يقول سماحة الشيخ، هل تجوز غيبة المبتدعة كالصوفية وما شاكلهم، وكيف تتم مناصحتهم؟ من أظهر المنكر جاز طيبته، بدعة ولا منكر، ومن لم يظهر لا يغتاب، لكن من أظهر المنكر جاز يغتاب بما أظهر. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازتين فقال الحاضر في إحداهما أنه عليها خيرا قال وجبت، وقال الحاضر في الثانية أنه عليها شرا قال فوجبت. يا رسول الله ما وجبت؟ قال أنتم شهداء في الأرض، هذه أثنيتم على خيرا فوجبت على الجنة، وهذه أثنيتم على شرا فوجبت على النار. ما أنكر عليه، ما أنكر عليه يتكلمهم بالشر لأنه مظهر للشر. ما حكم حضور دروس أهل البدعة إذا كان يحضر دروس أهل البدعة من أجل أن يناقشهم ويبين لهم الحق والصواب فهو واجب، وإذا كان يريد أن يتعلم منهم فلا يتعلم منهم، حتى لو كان في غير العقيدة، مثل لو كان يدرسون في النحو أو البلاغة لا تقربوا، لأنهم قد يدرسون السم في الدسم، وأيضا إذا حضرتهم ربما يغتر بك أحد من الناس يقول هؤلاء ليس في حضور دروسهم بأس حتى في النحو. يقول إنني أنقل كلام أهل العلم في أهل البدع وأحذر كما يحذر العلماء منهم بالضوابط الشرعية، ويتهمني البعض بأنني أتكلم في العلماء، فبماذا تنصحونني؟ الكلام في علماء المبتدعة للتحذير من بدعتهم هذا هو العمل الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم من التابعين وأتباعهم ومن الأئمة الأربعة ومن جاء على منهجهم. ولذلك إذا ذكر شخصا قالوا داع لبدعته أو يقولون كذا خبيث وأمثال ذلك. نعم. يا فضيلة الشيخ، السؤال الأول، يا فضيلة الشيخ، منذ أيام قد أعلن في بلادنا من ناحية يعني من جهة بعض المنتسبين إلى الدعوة الاتحاد مع الصوفية الكبرية في بلادنا، وأنهم يتحدون معهم ويتعاونون مع هؤلاء الكبريين على البر والتقوى وما إلى ذلك، ولم يصرح حتى بالكلمة بوجوب تركهم الشرك، فهل يجوز مثل هذا يعني؟ لكن يعني قبوريين يتقربون إلى الأموات؟ نعم يستغيثون بالأموات ويشركون بالله أشد الإشراك يعني عموما. على ما أدري، المقصود أنه لا يجوز يعني لا يجوز يعني التقارب معهم والتلاحم إلا مع الإنكار، إذا كانوا يريدون أنهم يتعاونون ضد حكام ملاحدة، مثلا حكام ملاحدة نتعاون مثلا ضدهم ممكن، لكن مع الإنكار عليهم لابد من الإنكار، وإن هذا ما يجوز وكذا، والإنكار عليهم ما يمنع إننا مثلا نقاوم الحكومة الإلحاد الذي مثلا تفرض على الناس مثلا الكفر الصراح. نعم، جزاكم الله خيرا، يعني ما إنكارهم على الشرك ودعوتهم إلى التوحيد. لابد. أما بس والله مثلا عندنا الرافضة، يعني نرفض أن نقول هم إخواننا نحن،
وننكر عليهم. لكن الرافضة هم لا يعني يستعملون التقية، ما يتكلمون بالشرك أمام أهل السنة. نعم. لكن معروفين أنهم مشركون، يدعون الحسين ويدعون علي ويدعون فلان ويدعون الأئمة الاثنى عشر. نعم يا فضيلة الشيخ. نعم. قال مجموعة من المسلمين يقولون إنه يبنى مسجد كبير في مدينتهم، وهذا المسجد سوف تقوم عليه الحكومة الفرنسية وأحد الجماعات المنتسبة للإسلام وهي منحرفة عن المنهاج النبوي وهمها الوحيد السياسة والانتخابات والمناصب وجمع الأموال باسم الدين، فهل يجوز لهم المساهمة في بناء هذا المسجد؟ لا يجدون غيره إن شاء الله، يبنوا مسجد يعني أهله أحوج وقائمون عليه يعني أفضل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما رأيكم في من يقول بأن ردود العلماء على أهل البدع ودعاتها في هذا الوقت تقوي شوكة الأعداء وتشق صفوف المسلمين؟ ليس بصحيح، هذا باطل. الرد على أهل البدع تضعف بدعتها. إذا سكتنا زادت بدعتهم وقوية. هذا يريد أن نسكت حتى تظهر البدع وتتقوى ولا يوجد من يرد عليها، هذا من أبطال الباطل. تقوى بدعتهم إذا سكت أهل السنة والجماعة، إذا سكتوا ظهرت البدع وانتشرت وقوي. لكن إذا رد عليها أهل السنة وبينوها وكشفوا عوارها وأبطلوها اندثرت وخفيت، هذا باطل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما رأيكم في من يقول بأن ردود العلماء على أهل البدع ودعاتها في هذا الوقت تقوي شوكة الأعداء وتشق صفوف المسلمين؟ ليس بصحيح، هذا باطل. الرد على أهل البدع تضعف بدعتها. إذا سكتنا زادت بدعتهم وقوية. هذا يريد أن نسكت حتى تظهر البدع وتتقوى ولا يوجد من يرد عليها، هذا من أبطال الباطل. تقوى بدعتهم إذا سكت أهل السنة والجماعة، إذا سكتوا ظهرت البدع وانتشرت وقوي. لكن إذا رد عليها أهل السنة وبينوها وكشفوا عوارها وأبطلوها اندثرت وخفيت، هذا باطل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز التعاون مع أهل البدع في سبيل تحقيق المصالح العامة؟ كما قلت من النصوص التي تقع ذلك يجب الحذر من موضوع عنهم وعدم مجالستهم ومؤاخرتهم وعدم اتباع جنائزهم وعدم عيادة المريض كما قلت من النصوص لا يعاد المريض منه ولا اتباع جنازة ونظام السلف لما عاد مريضا من البدع حذره ولما اتبع عدوته هدره، كيف تتعاون معهم وهذه حالهم؟ نعم، الفائدة عنهم لا يعدوك كما يدخلون الأجر كل على وجه النصيحة وتنصحهم وتؤثر عليهم تدين النصيحة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما رأيكم في من يقول بأن ردود العلماء على أهل البدع ودعاتها في هذا الوقت تقوي شوكة الأعداء وتشق صفوف المسلمين؟ ليس بصحيح، هذا باطل. الرد على أهل البدع تضعف بدعتها. إذا سكتنا زادت بدعتهم وقوية. هذا يريد أن نسكت حتى تظهر البدع وتتقوى ولا يوجد من يرد عليها، هذا من أبطال الباطل. تقوى بدعتهم إذا سكت أهل السنة والجماعة، إذا سكتوا ظهرت البدع وانتشرت وقوي. لكن إذا رد عليها أهل السنة وبينوها وكشفوا عوارها وأبطلوها اندثرت وخفيت، هذا باطل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب 41، باب 41 في النهي عن مجالسة أهل الأهواء، والمراد بأهل الأهواء أهل البدع، قالوا لهم أهل الأهواء لأنهم يعملون بأهوائهم وآرائهم ويخالفون النصوص، ولهذا سموا أهل الأهواء. بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم أهل السنة، أهل السنة وأهل السنن أهل السنة والجماعة. أما البدع أهل الأهواء يتبعون أهواءهم، ومن أضل من اتبع أهواءه بغير هدى من الله. قال محمد، هو المؤلف رحمه الله، محمد بن عبد الله بن أبي زمانين، يقول: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلافهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعن عليهم. يعني أهل السنة والجماعة لا يزالون يعيبون أهل البدع ويحذرون من بدعهم وينكرون عليهم بدعهم وينهون الناس عن مجالستهم لئلا يضروهم ويفتنهم عن دينهم ويخوفونهم فتنتهم ويخبرون بخلاقهم وأن صفاتهم وأخلاقهم تخالف شرع الله، ولا يرون ذلك غيبة لهم حتى ولو كان ذلك في غيبتهم ولا طعن عليهم. لماذا؟ لأن فيه مصلحة، وهو التحذير من بدعتهم أحيانا كانوا أو أمواتا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. يستثنى من هذا إذا كان مبتدع، لكن الميت مبتدع فإن الناس يحذرون من بدعته ولو كان في ذلك عيبا له، لأن فيه مصلحة للأحياء. أما إذا لم يكن مبتدع فلا يسب الميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. أما إذا كان مبتدع فيحذر الناس من بدعته، وليس هذا غيبة المستهزئ، بل هذا نصيحة سواء كان حيا أو ميتا. ولم يزل أهل العلم يحذرون من بدع أهل البدع في مؤلفاتهم، ومن ذلك قول البربحاري رحمه الله في عقيدة: إياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. ثم قال: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، وهو يعني الصوفية، ومن يخلو مع النساء بطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. وبوبا نبطة في الإبانة الكبرى: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. فأهل السنة لم يزالوا يحذروا من أهل البدع وعن مجالستهم وعن الأخذ عنهم وعن الإصغاء إليهم وعن اتباع جنائزهم أو عيادة مريضهم، لأنهم يمرضون القلوب، ولأن الجليس يؤثر على جليسه، وجليس الصالح ينضح على جليسه، وجليس السوء ينضح على جليسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل الرزق ونفخ الكير، فحامل الرزق إما أن يحليك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أنت مستفيد على كل حال. كذلك الجليس الصالح إما أن يرغبك في الخير أو يحذرك عن الشر، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما تجد منه ريحة كريهة، فأنت متضرر على كل حال. كذلك جلس السوء إما أن يزهدك في الخير وإما أن يرغبك في الشر، فأنت متضرر على كل حال. نعم. هل يترحم على البوصيري صاحب قصيدة البردة؟ البوصيري ما يعلم أن ما مات عليه، الله أعلم، لعله تاب ورجع، فالله أعلم. الشيء الذي لا تعرف أنه يعني صار على هذا الشيء ما أترحم عليه ولا تدعو عليه، قل لعله تاب. التوبة جوز حتى في آخر لحظة، جوز أنه يتوب، كما حصل لبعضهم في عند الموت يتوب ويتبرى مما كان يفعل. مثل هذا يرجى أن الله يقبله.
يقول احسن الله إليكم، هل يجوز الترحم على المنتسبين إلى العلم من غلاة المتصوفة والمتكلمة من الذين يوجد في كلامهم الشرك الأكبر؟ لا لا، ما نترحم عليهم. نعم بادر. يقول كثير من الناس إن الرادين على أهل البدع إنه سبب للفرقة. نعم، فرقة بين الحق والباطل، هذا صحيح. نحن نفرق بين الحق والباطل وأهل الحق وأهل الضلال، وسنرد ورد العلماء، وليس هذا لأجل الفرقة، هذا لأجل جمع الناس على الحق، لأن بقاء الناس على الضلال وعلى الأقوال الباطلة هذا هو اللي يفرق المسلمين. أما بيان الحق لهم ليجتمعوا عليه فهذا دعوة للاجتماع وليس دعوة للفرقة. الدعوة للفرقة أن يقال لا يرد على أهل الباطل، هذه الدعوة للفرقة لو كانوا يعقلون. نعم. يقول السائل: هل عدم الرد على أهل البدع وكتمان باطلهم والدفاع عنهم يعتبر من الغش للمسلمين؟ هذا من أكبر الغش للمسلمين، السكوت عن أهل البدع وعدم بيان بدعهم، هذا من الغش للمسلمين. فإذا انضاف إلى هذا أنه يمدحهم ويثني عليهم فهذا أشد وأنكر والعياذ بالله. فالواجب على من عنده علم أن يبين البدع والمحدثات وأن ينهى عنها ويحذر منها ولا يسكت. السكوت هذا من الكتمان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا يجوز للمسلم الذي عنده علم أن يسكت على البدع والمخالفات ولا يبينها للناس، لأنه إذا سكت احتج الناس به وقالوا لو كان هذا محرما أو ممنوعا ما سكت العالم الفلاني وهو يراه. نعم. بعض أهل البدع يحتج بحديث أبي هريرة أنه يجوز الدراسة على أهل البدع لكون أبا هريرة أخذ العلم من الشيطان. أخذ العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أخذه عن الشيطان. الرسول هو اللي أخبره بذلك، ولم يأخذ هذا عن الشيطان، ولم يعتمد على قول الشيطان، وإنما اعتمد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. هذا من الاستدلال الباطل، الكلام هذا من الاستدلال الباطل. نعم. يقول السائل: هل نأخذ علم الفقه والنحو على مدرس عقيدته أشعرية؟ ما أعوزكم الله إلى مدرس عقيدة أشعرية، تلقون إن شاء الله تجدون مدرس عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، اجتهدوا في هذا. نعم. يقول السائل حفظكم الله: ما الموقف ممن يثني على الخوارج ويدافع عنهم ويصفهم بالمصالحين أو يسكت عن بدعهم وتكفيرهم؟ الذي يدافع عن الخوارج ويروج مذهبهم هذا خارجي، هذا حكمه حكم الخوارج، لأنه رضي بقولهم ونشره ودعا إليه فهو خارجي، يعامل معاملة الخوارج ويحذر منه. نعم.
يقول بعض الناس يدافع عن هذه الفئة الضالة ويقول بجانب ما حصل منهم من هذه الأعمال أن لهم حسنات يجب أن تذكر. ما هي الحسنات؟ تهديم البيوت وتقتيل وترويع وإتلاف الأموال وقتل المسلمين والمعاهدين، هذه حسناتهم؟ ما لهم حسنات ظاهرة. أما فيما بينهم وبين الله فنحن لا نعلم الغيب، لكن ظاهرهم أن ما لهم حسنات ظاهرة. والذي دافع عنهم هذا يكون مثلهم، ترى حكمه حكمهم، وإن كان أنه ما خرج معهم ولا فجر معهم، إذا كان يرى أنهم على حق فإنه مثلهم عند الله ومثلهم في الحكم. فليحذر المسلم من هذا، أنه يكون منهم وهو لا يدري، أنه يدافع عنهم أو يبرر فعلهم أو يعتذر لهم. الذين أنصح به الإخوة بني بكر وغيرهم أن يبتعدوا عن التعاون مع الإخوان المفلسين، نعم، حتى لو قالوا لكم نبغي نغير هذا المنكر، إن كنتم تستطيعون يا أهل السنة تغيرون فعلتم، وإن لم تستطيعوا فالإخوان المسلمون سيورطونكم. يقول السائل: نحن في قرية ويتوافد علينا بما يسمى جماعة التبليغ، فهل نمشي معهم أم لا؟ أرجو التوضيح. لا تمشي معهم، إنما تمشي مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس الراد على المبتدع يكون قد دخل في شيء من الغيبة أو نحو ذلك، يعني الرد على المبتدع، بعضهم يقول ماذا؟ أنه من الغيبة، يعني من ذكرك أخاك بما يكره، ينبني عليه ماذا؟ لا نتكلم في الجهم بن صفوان ولا في غيلان ولا في واصل بن عطاء ولا في أي أحد، إذن صار ماذا؟ صار من الغيب، لأنه ينتمي إلى الإسلام. إذا كفر من السلف لا إشكال فيه، لكن إذا بقي في دائرة الإسلام وقع في بدعة، حينئذ إذا تكلم فيه وبينت بدعته وحذر منه وبولغ في ذلك، حينئذ يأتي بعض أهل الورع البارد، بعض الذين يظنون أنهم من أهل السنة وهم منغمسون في النفاق، أن هذا يعتبر من ماذا؟ يعتبر من الغيبة، ويعتبر من أكل لحوم العلماء، ولحوم العلماء مسمومة، هكذا قواعد عامة، يعارضون به الشرع، وهذا من أبطل الباطل الذي يروج له أهل الباطل. لما علم أهل الباطل لا سيما في هذا الزمان، علموا أن كلامهم في الشرع ومخالفتهم للشرع من أظهر ما يمكن الوصول إليه ودحض حججهم وباطلهم، نشروا هذه الفكرة بين الناس، وصاروا يلقون المحاضرات ويؤلفون الكتب في أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله تعالى فيهم معلومة، وحينئذ كل من تكلم فيهم فقد تكلم فيه في العلماء، هذا من أبطل الباطل. من اعتقد هذا فهو ممن يصد عن سبيل الله تعالى، شعر بذلك أم لم يشعر، علم أم لم يعلم. الذي يرد على المبتدع هذا مجاهد في سبيل، قد عرفنا بما سبق أن الجهاد جهادان، فالذي ينتمي إلى طائفة الحق وما عليه السلف الصالح في الرد على أهل البدع، ثم يصده من يصده بكونه يغتاب الناس أو يتكلم في لحوم العلماء، هذا من الصادين عن سبيل الله، شعر أم لم، وهو من المبتدع، لو لم يكن عنده إلا هذا المعتقد فهو مبتدع، فيجب أن يعامل معاملة أهل البدع، لأننا عرفنا أن الرد على المخالف ما هو؟ من الدين، داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رددنا على الزاني وبينا حكمه صرنا ماذا؟ من الطائعين عندك، وإذا رددنا على أهل الباطل بدعتهم صرنا من المتكلمين في لحوم العلماء، هذا ميزان شرعي؟ قل لا، ليس بميزان شرعي، انتبه لي لهذه البدع. إذن ليس الرد على المبتدع من الغيبة في شيء. قال كشف الشبهات والرد على المخالف من أصول الدين،
من أصول الدين والأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، لأنه لا يحفظ الإسلام ولا يرد كيد الأعداء إلا بالذب عن العقيدة وإلا بالذب عن فروع الشريعة. يعني الرد قد يكون في أصل المعتقد وقد يكون فيما دون ذلك، حتى في الأخطاء التي يمكن أن يكون صاحبها مجتهدا ولكن قد أخطأ في النتيجة، حينئذ الأصل فيه وجوب الرد وبيان الحق لينكشف أمره للناس. لأن ثم أمرين: حق لمن وقع في البدعة، وحق للدين، وحق لعامة المسلمين، ثم حقوق. فإذا وقع الواقع في البدعة حينئذ له حق، هذا الحق معارض بحقين: حق الرب جل وعلا وحماية دينه والذب عنه وعن شريعته، وحقوق العامة. فإذا لم يبين خطأه وتنكشف بدعته حينئذ وقع اللبس في نسبة هذه البدعة إلى الشرع، لأن الناس إذا تركوا وهذه الشبهة وهذه البدعة ظنوا أنها من الدين، وإذا كان كذلك حينئذ أدخل في الدين ما ليس منه. فهل يراعى حق المبتدع فيقال هو مسلم فنكف ألسنتنا عنه، أم نراعي حق الدين فننفي عنه ما ليس منه؟ حينئذ لا شك أننا نقدم ماذا؟ حق الدين. كذلك العامة، عامة المسلمين لهم حق على أهل العلم ولهم حق على طلاب العلم. إذا سكتوا عن البدعة وحفظوا حقه وقالوا لا نتكلم فيه ولا نشهر به ولا نرد بدعته، حينئذ هذه البدعة تنتشر، وإذا انتشرت تلبس بها العامة. ونحن ننظر في المسألة في كون المبتدع من العلماء، أليس كذلك؟ حينئذ العامة إذا نظروا إلى هذا المبتدع ولا يعلمون أنها بدعة، هي قد التبست عليه هو وهو من المنتسبين إلى العلم، فحينئذ العامة يقلدون هذا المبتدع فيتلبسون بالبدعة. فحفظا لحقوق العامة وجب رد البدعة، وجب رد البدعة، لأنه قد تكون عند بعض الطلاب شبهة، هم عندهم بعض الشبه في مثل هذه الأمور، كيف يرد على المبتدع وعلى داعية الضلالة والفتنة وما قد يكون من دعوته، أو أنه مجتهد أو أنه ما قصد أو إلى آخر المعاذير من التخذيل والسكوت عن الرد احتجاجا بمثل هذه الأمور؟ نقول هذا الحق لو وجد وسلم به، وإن كان في الأصل الحق له بأن ينكر عليه وتبين بدعته، هذا من النصح له. لماذا؟ لأن الشيء إذا انتشر وعرفه الناس وهو خطأ في أصله كان الأصل عليه أن يرجع بنفسه، فلما لم يرجع حينئذ وجب على أهل العلم نصحا لله ونصحا للمسلمين أن يبينوا أمر هذا الشيء. ولذلك نقول كشف الشبهات من أصول الدين فهو فرض على العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن نبدأ بهذه لأن هذه شبهة، نحن نقرأ الآن كتاب كشف الشبهات، هذا من أجود كتب الردود. كيف نرد؟ هل ندرس هذا الكتاب على أنه ردود وتبقى في خزينة المعلومات ثم لا يكون له شيء من الواقع؟ هل هذا المطلوب؟ لا، ليس هذا المطلوب. مطلوب أن يعي طالب العلم هذه الشبهة، وأنه إذا رأى من يدعو إليها ينزل عليه الحكم مباشرة، وأن ينكر، لا نقول بدع أو احكم بالشرك ونحو ذلك، هذا مرد إلى أهل العلم. لكن إذا سمع من يرد أو سمع من يفند شبه المبطلين ودعاة السوء، حينئذ لابد أن يدرك أنه قد درس هذا الكتاب وهو من كتب الردود. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى دفعا لهذه الشبهة التي ابتدأنا حديث بها، يقول رحمه الله: فالمرصدون للعلم، يعني أهل العلم، مرصدون للعلم أهل العلم، عليهم للأمة، للأمة عامة المسلمين، عليهم للأمة حفظ الدين وتبليغه، فإذا لم يبلغوهم علم الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين، كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين. لا تظن أن العالم إذا صار عالما ارتفعت عنه العصمة، فكل قوله يكون مقبولا وكل عمله يكون مقبولا، لا، بل لابد من عرضه على الكتاب والسنة.
فنجعل الكتاب والسنة ميزان، لكن بعد العلم بهما. وما أحببنا أهل العلم ولا أجللنا أهل العلم إلا لاتصافهم بالعلم الشرعي لا لذواتهم. نحن نحب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ونجله، وكذلك الشيخ بن باز، نقول هؤلاء حبنا لهم لأي شيء؟ لذواتهم أو لما قام بهم من العلم الشرعي الصحيح المحقق ودعوتهم السلفية؟ لا شك أنه لي من أجل الثاني. حينئذ أحببناهم للعلم الشرعي الذي عندهم، وأحببناهم لما عندهم من علم صافي سلفي، وأحببناهم لدعوتهم لهذا الدين وذبهم عن هذا الدين لا لذواتهم. لو لم يتلبسوا بالعلم ما عرفنا من محمد بن عثيمين، إذ كذلك لم يكن له وزن ولم يكن له شيء، لكن من فضل الله عز وجل عليه أمن عليه بهذا العلم الصحيح. فحينئذ نقول ليس هو ولا غيره بالمعصوم، لا قولا ولا فعلا. كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين، ولهذا قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، هؤلاء علماء وأنكر الله عز وجل عليهم، إن الذين يكتمون فيه رد القرآن كذلك. ولذلك القرآن مشحون بالردود على اليهود والنصارى والمشركين، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا شأن من؟ شأن من يكتم العلم. ومن الذي يكتم العلم؟ الذي لا يعلم الناس، الذي يرى البدعة ولا ينكرها، الذي يرى دعاة السوء ولا يبين الحق الذي يكون لله عز وجل. فإن ضرر كتمانهم، يقول ابن تيمية، فإن ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها، فلعنهم اللاعنون حتى البهائم. هذا أمر خطير. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، فكل من علم مسألة شرعية بدليلها وخاصة في المعتقد إذ لا خلاف حتى يقول حتى أتقن تلك المسائل كما هو شأن الفقه، لا، مسائل واضحة وبينة، عقيدة السلف من حيث الأصول ومتممات الأصول كلها واضحة لا إشكال فيها، بكتاب واحد يستطيع أن يقف على جمهرة من مسائل المعتقد المتفق عليها بين أهل العلم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في موقف السلف من دفع البدعة، من دفع البدعة، يقول رحمه الله: واشتد نكير السلف، اشتد نكير السلف والأئمة لها للبدعة، وصاحوا بأهلها، نادوا شهروا بهم من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير. أصحاب البدعة من؟ اليهود والنصارى؟ من أصحاب البدعة؟ هم المسلمون، وقد يكونون من أهل العلم. حينئذ صاحوا بأهلها في أقطار الأرض وشهروا بهم، بماذا؟ بتسميتهم وتعيينهم والمصنفات والردود وفضحهم في المجالس. هذا كله في شأن من؟ في شأن من تلبس ببدعة. وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش. هذا كلام مقيم، بالغوا في إنكار البدعة ما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، يعني على عكس ما نحن عليه الآن. صحيح؟ على عكس ما نحن عليه الآن، نحن الآن في دعوتنا نبالغ في إنكار هذه المسائل من الفواحش والظلم وتبرج المرأة ونحو ذلك، نقول هذه تنكر ولا إشكال، لا ننازع في هذا، لكن ما هو أعظم من هذا وهو البدعة. لابد من معرفة أن هذا بدعة، ولابد أن يكون عندنا من القوة والجلد في رد البدعة على أهلها أشد من أن نكون أوقفنا أنفسنا على فضح أرباب الفواحش من الإباحية ونحوها. لا شك أن كل منهما منكر ومحرام، لكن السلف كانوا في معاملة المبتدعة والبدعة أشد، ولذلك يقول رحمه الله: وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان. يعلل ذلك رحمه الله بقول: إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، منافاتها للدين أشد من منافات الفواحش والظلم والعدوان، لأن هذا من قبيل الشبهات وتلك من قبيل
الشهوات، وأيهما أعظم؟ إذا عرفنا القواعد، نحن مشكلتنا نأخذ العلم نظري فقط، وإذا نزلنا إلى الواقع ترى أمر مناقض لما نؤصله فيه في الدروس ونقرأه في الكتب. الشبهات أعظم فتنة على القلب، على الإنسان وعلى عامة المسلمين من الشهوات كذلك، والبدع وأصنافها وأهلها كلها داخلة في الشبهات. ويقول ابن القيم رحمه ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة، يتغير الدين بالتبديل تارة وبالنسخ أخرى، يعني ينسخ. وهذا الدين، دين الإسلام، لا ينسخ أبدا، وإنما يبقى ماذا؟ يبقى التبديل والتحريف، لكن يكون فيه في الدين منتسبين إلى الإسلام من يدخل فيه من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق من الباطل. ليس فيه نسخ، وإنما فيه من يتبنى أن يدخل فيه من التحريف والكتمان والكذب والتبديل ما يلبس به الحق من الباطل. ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفا عن الرسل، فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فيحق الله الحق ويبطل الباطل وكره المشركون. فعينئذ نقول الرد على أهل البدع كما صنع المصنفون رحمه الله تعالى في كشف الشبهات يعتبر من فروض الكفاية، بل من المعلوم من الدين بالضرورة، بل من الأحكام القطعية ليست الظنية، لأنه محل إجماع بين السلف، محل إجماع بين السلف، بل عده بعضهم من الجهاد، قالوا الجهاد جهاد الكفار ويكون بالسنان، وجهاد المنافقين وأرباب البدع يكون باللسان. إذن لابد من العلم. فالرد على أهل البدع من أبواب الجهاد عظيم، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالراد على أهل البدع مجاهد، الراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد، الذب عن السنة أفضل من الجهاد. قال بعضهم لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال يعني يتورع ويكون ثقيل على النفس أن يقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ صحيح أو لا؟ إذا كلنا قلنا لا نتكلم في أهل البدع وندع المبتدعة يؤلبون على الناس ويلبسون الحق على الناس حتى يسوى الرافضي مع السني، وإذا سمع العامة وتلقوا هذا عمن انتسب إلى أهل العلم وظهر بصلاحه لهم، حينئذ إذا لم أبين أنا وسكت وأنت سكت، ما الذي يعرف العامة أنه لا يجتمع الرافضي مع السني إلا إذا اجتمع الليل والنهار، إلا إذا اجتمع الإسلام مع الكفر؟ ما الذي يبين للعامة؟ إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ولذلك ينبغي التنبه لمثل هذه المسائل. الذي لا يريد أن يرد لا ينكر على غيره، الذي لا يريد أن يرد لا يجوز له أن ينكر على غيره. بل شيخ الإسلام رحمه الله ينزل حكما عاما، وابن تيمية رحمه الله في مثل هذه المسائل من أهل الاستقراء التام، من أهل الاستقراء التام، نخالفه في بعض المسائل الحكمية هناك حلال وحرام وواجب وسنة، أما هنا فنعطيه الراية كذلك، وليس هذا تقليد، لكنه لتمكنه في هذا الباب رحمه الله تعالى. يرى أنه يجب عقوبة من والى الممتدعة قربهم إليه، أحبابنا أصحابنا إخواننا، ومن سكت عليه ومن خذل، لأن من لم يوالي إما راد وإما موال وإما ساكت وإما مخذل. قال: هؤلاء ما عدا الراد كلهم يجب أن يعاقبوا من جهة ولي الأمر، كلهم، الساكت والمخذل، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم، إلى من؟
إلى أهل البدع، اكتسب إليهم. قال أشعري، قال ما تريدي، قال إخواني، قال تبليغي. إذا انتسب إليهم تجب عقوبته، وهؤلاء كلهم مبتدعة. أو ذب عنهم، دافع عنهم، عن أهل البدع، أو أثنى عليهم، أو أثنى عليهم، أو عظم كتبهم، أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، تجب عقوبته. كره كلام فيه، ما أثنى عليهم، لكن كره بقلبه، ما أحب أن يتكلموا فيه، فأولئك يجب أن يعاقب، الله المستعان. أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. لا يعتذر عنهم لصد الرد عليهم إلا جاهل أو منافق، إما هذا وإما ذاك، فانظر نفسك أين مكانك. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليه، الله أكبر. تجب عقوبة كل من عرف أن هذا مبتدع ثم لم يعاون الراد عليهم، سكت ولم يتكلم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، من أعظم الواجبات. لماذا؟ لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. هذا شأن من؟ المبتدع، وهو مسلم. وشيخ الإسلام يقول أعظم، وهم يسعون في الأرض فسادا. فالسعي في الأرض فسادا ليس من شأن اليهود والنصارى، اليهود والنصارى لهم فساد، والمبتدع لهم فساد. ولا شك عند العاقل أن ضرر هؤلاء المفسدين من أهل البدع على الأمة أشد ضررا من اليهود والنصارى، لا شك في هذا. لماذا؟ لأن ذاك عدو خارجي، الكل يعرف. لو جئت لعامي لا يفقه شيء من دين الله إلا أنه يصلي يقول لا إله إلا الله، فقلت له هذا القول قال به فلان وفلان من اليهود والنصارى، هل تقبله نفسه؟ لا. لكن لو جئت إلى بدعة فقلت قال بها فلان فضيلة الشيخ فلان أو كذا أو كذا من أهل العلم، يقبل أو لا يقبل؟ إذن أيهما أشد ضررا؟ مبتدعة العدو الداخلي، هذا أشد ضررا من العدو الخارجي. ولا يمكن جهاد العدو الخارجي إلا بإصلاح ذات البين بين المسلمين، وهذا يكون بجمع كلمتهم لا مع السكوت عن تلك البدع، وإنما بأن ينقاد كل واحد منهم إلى الحق، إلى الحق. ولذلك قال وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله، وهذا أمر واضح بين. والغريب أن من يجمع، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، والفرقة الناجية كم؟ 6 ولا 7؟ واحدة. ستفترق هذه الأمة إلى، ترى ما خرجنا على الموضوع، نحن نبين أن كشف الشبهات من الردود. ولماذا رد المصنف؟ لماذا رد المصنف؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، والفرقة الناجية واحدة فقط. ومن يدعو إلى توحيد الصف مثلا والسكوت عن أهل البدع يريد اختصار هذه 73 في فرقة واحدة، مع وجود التباين الحقيقي بين العقائد المضطربة. يعني الذي يقول الله في السماء على عرشه مستو بائن من خلقه، مع الذي يقول الله في كل مكان كلنا إخوة، هل يجتمعان؟ ما يجتمعان. كيف نريد وحدة الصف؟ كيف نريد لما الشمل؟ ما يمكن أن يكون هذا إلا إذا عارضنا هذه السنة الإلهية. حكم الله، وهذا أمر خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع، ستفترق هذه الأمة أمة الإجابة إلى 73 فرقة، والفارق بينهم ليس خلافا فقهيا، وإنما هو خلاف عقدي مخالف لمنهج السلف في التأصيل العقدي. حينئذ نقول اجتماعهم ومحاولة جمعهم هذا مقابل لسنة إلهية، وهذا أمر لا يمكن أن يكون. وحجتهم لا تصدع الصف من الداخل، لا تحرك الخلاف بين المسلمين،
نلتقي فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إلى سائر الحجج البدعية والشبه القوية التي تنطلع على الكثير. يقول نحن نريد أن نواجه مثلا اليهود والنصارى، نقول لا يمكن مواجهتهم إلا بتوحيد الصف، بأن يرجع الرافض إلى الإسلام، وبأن يعلن الأشاعرة عقيدة السلف، وبأن ينحل الماتريدية عن عقيدتهم ويرجع عقيدتهم، حينئذ نقول توحد الصف. وأما توحيد الصف مع السكوت عما هم عليه، نقول هذا لا يمكن أن يكون. والحاصل أيها الأحبة، نقول الرد على أهل الأهواء واجب كفائي معلوم بالضرورة، وخلاصة القول إن كشف الشبهات من أصول الدين، والله تعالى رد على المشركين بالقرآن ودحض شبهاتهم، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة زائلة عند ربهم، إذ كل من يجادل بالباطل له حجة وله علم، لكن إذا عرضت على الكتاب والسنة فحجته داحضة أي زائلة.